سيدات والسادة، أهلا بكم من جديد. كما علمتم معي ضيفي اليوم سيد السفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، والذي لا أظن أن هناك من يمكن له أن يتحدث عما يحدث في المنطقة مرتبطا بأمريكا في هذه المرحلة. ليس هناك أفضل منه للحديث عن هذه المسألة، فيما خاصة مع خبراته الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا خبراته الكبيرة في مجال العمل في الدبلوماسية. وأشير في هذا الصدد إلى ذلك المقال المهم الذي تحدثنا عنه في الواقع قبل الحديث مباشرة، والذي نشر في الأهرام، والذي إذا سمح لي أن أطلب في الواقع من كافة العاملين في مجال السياسة الخارجية المصرية والعربية والمهتمين بها بقراءة هذا الملف، لأنه يضع خطوط عريضة لخارطة الطريق في التعامل في الواقع مع الوضع الراهن والمستقبل القريب للأمة العربية أو للدول العربية في ظل هذه التغيرات الجديدة. أهلا بك وأشكر لك هذه الفرصة للقاء، واسمح لي أن أبدأ معك بسؤال عام في البداية. نحن تقريبا نحتفل، إذا ما سمي هذا احتفالا، الاحتفال ليس بالضرورة إيجابي، بسايكس بيكو، 100 عام على سايكس بيكو. هل نحن نمر الآن في المنطقة في إطار هذه التغيرات التي تشهدها وهذه التواصلات والاتصالات والاتفاقيات بما يشبه إعادة جديدة أو إعادة ترتيب للمنطقة؟ سايكس بيكو حدث بعد ظرف تاريخي العالمية بغرض تكوين دول، ما يتم الآن بغرض تفتيت الدول، هي إعادة تشكيل نعم، إنما بالتفتيت وليس بالتجميع. بالتفتيت عشان نوصل ليه؟ بالتفتيت لمنع ظهور ثقل سياسي مؤثر في الساحة الدولية، واستمرار تأثر الدول، تأثر المنطقة بمصالح الغير. وإذا كان لي، بالنسبة لي على الأقل، المنطقة كانت ولا زالت وستظل جوهرها عربي، وتشملها تشمل أطراف غير عربية، إيران مثال، إسرائيل مثال آخر، إذا وسعنا بسيط هنلاقي تركيا في هذا المجال أيضا. إنما الجوهر في النهاية غالبية السكان، الثقافة الأساسية ثقافة عربية. فالتفتيت الحالي هو بغرض ألا يكون الجوهر عربي، ومن ثم ألا يكون هناك كيان قوي جامع لعدد من المصالح، ويفضل أن يكون هناك تنازع مستمر بين الأطراف. فالمسألة ليست إعطاء صبغة خارجية على العرب فقط، إنما أيضا تفتيت العرب وتقسيمهم داخليا وفيما بينهم. طب يعني فيما سبق كانت محاولة رسم أو تخليق دول إذا صح التعبير، واليوم هي محاولة تفتيت لهذه الدول إلى دويلات. البعض بيعتقد أن النظر من هذه الزاوية بيعتبر شكل من أشكال الرغبة في التفكير التآمري على العالم العربي، وأن هذا هو الحل السهل. وأنا أعتقد أنك أبعد ما تكون عن أولئك الذين يميلون إلى تلك النظرية، ولكن ما تطرحه الآن أعتقد أنه ينبغي أنه يعتمد أو يرتكن إلى أسباب موضوعية حقيقية موجودة. من هم هؤلاء الذين يقسمون؟ ما هي الدلائل الموجودة؟ هل المسألة في إطار التحليل أم في إطار المعلومات؟ أولا يعني عشان نقص الأمور، التنازع السياسي، اختلاف المصالح يؤدي دائما إلى تنافس، جزء منه شرعي وجزء منه غير شرعي. موضوع المؤامرة أو يتم توصيف ذلك بالمؤامرة عندما يكون هناك سرية في التعامل، أو أكثر من طرف يتعاملون ضد طرف معين. لا توجد سرية أساسا. كان في وزير خارجية إسرائيلي أظن اسمه شريط في الستينات، في مذكراته قال لا داعي لمحاربة العرب، يكفي ان خليهم يحاربوا بعضهم او يحاربوا انفسهم. بمعنى التقسيم الديموغرافي والعرقي والطائفي داخل المكونات العربيه التي شكلت بسايكس بيكو في بعضها فيها ما يكفيها للنزاع، يسمى بالامبلوجن، الانفجار الداخلي. ليه؟ لانه هو في النهايه مش عايز طرف عربي قوي ضده. اذا نظرنا الى الدول الاخرى غير العربيه في المنطقه، من حقها، قد اختلف معها، من حقها ان تسعى لتنمية مواردها، تنمية تقوية او
صيانة مصالحها، التنافس بشكل مشروع وغير مشروع أحيانا مع أطراف أخرى. وبكل صراحة كده، من ليس هو من ليس عربيا من مصلحته أن ألا تكون الهوية هي الأساس، بمعنى المواطنة كدول. لماذا؟ لأن إذا أخذنا الحالة التركية على سبيل المثال، وأنا لا أتهمها حتى الآن بذلك، إنما لدي قناعة ولدي معلومات واضحة من سياساتها إنهم تفعل بذلك، إنما المؤامرة أنا سايبها على جنب لأن أنا بقرأ هذا الكلام بوضوح. لكي تقود تركيا المنطقة لو قادتها عربيا ما تقدرش، إذن لازم تقودها في الإطار الديني. ما يسمى الديني أو الإسلام السياسي المعتدل، ما يسمى بذلك. فهذا غرض تركيا في إطفاء الثورة العربية وإبراز الثورة الدينية السياسية. إذا نظرنا إلى الجانب الآخر، إيران، إذا كنت تحدث عن دول عربية ودول غير عربية، أصبح هناك 22 دولة عربية قد لا يتفقون في كل شيء، إنما بينهم ما أكثر مما بين هذه الدول وإيران. إذا من مصلحة إيران الحديث عن سنة وشيعة بدلا من الحديث عن دول، مع أن الخلاف الإيراني العربي بدأ قبل الدولة الإسلامية في إيران. إذن هو إسلام هو خلاف سياسي في الأساس، مصالح وتنافس في الأساس، إنما الأداة والصياغة مختلفة. فإذن من مصلحة إيران الحديث عن ما الطوائف الموجودة في المنطقة العربية وليس الدول. وبكل صراحة، وأنا من مؤيدي الحوار مع إيران على فكرة، بكل صراحة النهاردة لم أنجح قبل أن أكون وزير وعندما كنت وزير وحتى الآن مع الأصدقاء الإيرانيين، لم أنجح أن أقنعهم أن يصدروا تصريحا علني بأن التنافس بينهم وبين العرب تنافس وطني وليس تنافس طائفي. بمعنى عايز يجي يتنافس مع مصر أو مع السعودية أو مع البحرين أو مع هكذا، ماشي مش منعه. إنما لما يجي يقولي النهاردة أنا زعيم الشيعة في المنطقة، بيفقد لو اعترف بده، لو ولنفذ ما ذكرته، فهو بيفقد أحد أهم تمام الأسلحة اللي بتمكنه بالزبط. إنه هو يكون إذن قائد المنطقة. إنما ده بأمانة كده، لو اداني هذا الطرح بجدية يبقى أنا على الأقل خليت التنافس بين الدول دون تدخل في شؤون داخلية للدول. إنما يدعي إنه هو رئيس الشيعة يبقى له كلمة أو رأي في جزء من السعودية وفي جزء من البحرين وفي جزء من الكويت وفي جزء من هذا. فإذا أي دولة تريد أن تتنافس في المنطقة وهي غير عربية لها مصلحة بألا يكون تكون الهوية هي الأساس. نفس الشيء بالنسبة للدول الأجنبية، إنما بدرجة أقل، إنما نفس الشيء بكل صراحة كده. عندما كان المنطقة العربية هي أساس الطاقة والبترول للغرب، تعاملوا معانا كمصدر للطاقة، وإنما لم يساهموا حقيقة في بناء مؤسسات الدول التي تعتمد عن نفسها ومن ثم لديها استقلال القرار. أنا بتكلم معانا كعرب عامة. النهاردة بدأ موضوع الطاقة يخف بالنسبة للغرب، مصادر أخرى والطاقة الصخرية وغير ذلك. إذن تركيزهم على المنطقة اختلف، وكل صراحة تأثير أمريكا في المنطقة أقل، لازال له هدف وله غرض، إنما هل هو قادر على التأثير بنفس القدر؟ لا. هل الروس قادرين على التأثير بنفس القدر السوفيات زمان؟ لا، إنما لهم تأثير. الأطراف الفاعلة التي لا تعتبر دول، الطائرات السياسية اللي موجودة، المجتمع المدني، الأفكار الإيجابية والهدامة التي تنقل عبر الفضائيات أو التطبيقات الإلكترونية وغيره بتشكل المنطقة. فبكل أمانة كده، هل في ناس يريد أو دول تريد الانتقاص من الحقوق العربية؟ نعم. والمصالح العربية؟ نعم. هل ده شيء
يفاجئنا؟ لا يفاجئ أحد يقرأ أو يتابع التاريخ. إنما أضيف لك حاجة يعني بس عشان إيه يعني، وأنت حقيقة كنت يعني كلامك مظبوط في إن أنا مش مؤمن قوي بموضوع النظريات دي المؤامرات. الخطأ الرئيسي منا ومش منهم، لكن هو السؤال يعني كل ما ذكرته حتى الآن سيد الوزير عن الأطراف الأخرى ماذا تفعل ولم نتحدث بعد عن ماذا نفعل نحن. تمام. بل أظن السؤال هنا هو هل هناك أطراف عربية تساهم عن علم في تنفيذ هذا المخطط أو هذه الحالة أو هذا التفتيت؟ ده سؤال أعتقد أنه مهم. الإجابة نعم، وهي خاطئة في ذلك، لأنها لا تستطيع أن تقود العالم العربي بحجمها ولا بعمق ثقافتها. لا اسمح لي قبل ما نكمل ده، يعني هنا الإجابة بنعم دي في حد ذاتها قبل ما نقول أنها خاطئة أو غير خاطئة، دي إجابة غاية في الخطورة. نعم. هذا يعني أن هناك دول عربية تساهم بإدراك في عملية تفتيت الدول العربية أو هذا النسق للدول العربية الموجودة، تسعى بإدراك لإبراز صفات أخرى. وأكرر متفق معك في كل ما ذكرته، وهي خاطئة في هذا، إنما بدون شك في دول بتعطي الأولوية لمسألة التغير السياسي الإسلامي. ليه؟ لأنها إذا كانت تريد قيادة العالم العربي لا تستطيع قيادة العالم العربي، إنما إذا كانت تريد قيادة أو تكون مركز له إشعاع التغير السياسي الإسلامي، هنا بقى ممكن يخش ال- 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 الإذاعات، المال، الدعم المالي، التعاون عبر الحدود وكل هذه الأمور. إنما أضيف لك حاجة بقى، حاجة إضافية، التغير السياسي الإسلامي موجود، مش موجود، موجود. ايه خلافنا معاه؟ خلافنا معاه انه بيضع المنظومة الأممية امام المنظومة الوطنية. بمعنى لو انت عندك توجه سياسي نابع في تقديرك عن ايمانك بأمور معينة، وهذا موجود في اوروبا في ما يسمى الكريستيان ديموكراتس وهكذا، ماشي، مفيش مانع، بشرط ان ده يتم في اطار الدولة مش بدلا من الدولة. المشكلة في التغير السياسي الاسلامي انه شايف ان الدولة تبع الامة وليس الامة تبع الدولة. فمن ليس الدول الصغرى لا تستطيع قيادة الدول الكبرى بعد النمط القديم، خد بالك. فايوه في دول بكل صراحة غازلت التغير السياسي الاسلامي لان هذا يحقق لها ميزة نسبية على المستوى السياسي لا تستطيع الحصول عليها في المعادلة التقليدية. بس ده أشبه بالمخدر السياسي صح التعبير، يعني لأنه لا يعبر عن واقع حي. لا، بالنسبة للدول دي، بالنسبة للدول هذا يمثل بالنسبة لهم أداة لإبراز دورهم يعني. وأداة يعني محددة الآن قد تتغير في المستقبل. هذه الدول دول غنية إنما ليست عميقة، لا تمتلك مقاومات الدولة الحقيقية. فإذا بالنسبة لها أداة التغير السياسي الإسلامي مش قناعة، أداة.